طلعت من المترو، فبعد ما طلعت من السلم الأولاني شفت واحد شكله في الثلاثينات ولابس بدلة كده وجاي ناحيتي مركز على مناطق معينة، يعني حد بيحاول يدخل صباعه جوه. مرة كنت أنا وصاحبتي تمشى عند سكن الجامعة تبعنا، وكذا في رجل شكله غريب، يعني لبسه مش نظيف وشكله متبهدل قوي كذا، قعد بيلحقنا وبيعمل حركات وإشارات وبيرمي كلام، وبعدين شوية بدأ يعني يمسك نفسه ويعمل حركات كذا، ف يعني كنا بعيد شوية عن الزحمة، فكل ما بنحاول نبعد عنه انجي غزلان، عضو مؤسسة لخريطة التحرش الجنسي. أنا بالأساس من زمن 2007 وأنا بشتغل على موضوع التحرش الجنسي عن طريق جمعيات أهلية وعن طريق حملات، وكنت مهتمة بالموضوع ده بمخصوص. بحس بغضب شديد جدا وبكره للتواجد في الشارع، وبحس ان انا مش مرحب بيا، وبحس ان انا عايزه اعمل اي حاجه عشان اخد حقي، في ان انا النهارده حد تعدى على حقي في ان انا امشي بحريه في الشارع، تعدى على حقي في ان انا امشي بامان وان انا اوصل شغلي او بيتي او مجال دراستي بامان من غير ما حد يضايقني. ببقى طبعا متضايق جدا وبحاول ان انا اخد اي فعل. يعني النهارده الصبح انا تعرضت للتحرش، دخلت على الخريطه. خريطة التحرش الجنسي هي موقع على الانترنت، اذا كانوا تعرضوا للتحرش الجنسي فين المنطقة اللي تعرضوا فيها للتحرش الجنسي ونوع التحرش الجنسي اللي تعرضوا له. التحرش الجنسي في مصر هو مشكلة بنعاني منها بقالنا فترة طويلة جدا، ما فيش مجهودات كبيرة اتعملت على مواجهة ومناهضة التحرش الجنسي في مصر. انا كنت مره رايحه يعني رايحه الشغل، وكنت ماشيه كده رايحه الشغل في الشارع، وكنت عايزه اوقف تاكسي، بس كان في 2 شباب كانوا ماشيين على الموتورسايكل ده، فبعد كده قاموا بقى يوقفوا ويروحوا بشويه بش بش بش، وبعد كده وقفوا لي وعمال يزعقوا ويقولوا كلام كده وحش وكده، فكان وكل مره بييجوا يعني قريبين اكتر قريبين قريبين وبيعملوا حاجات مش مظبوطه خالص، يعني كنت خايفه منهم جدا. كنت ماشي أنا وأختي في الشارع برا المول في وقت الظهر كده، بعدين جه مجموعة ولاد حوالي 12 واحد كده وابتدوا يمشوا ورانا، ابتدينا نمشي أسرع وحاولنا نتجاهلهم بس فضلوا يمشوا ورانا، قعدوا يقربوا مننا وحاولوا يلمسوا رجلينا وظهرنا. الشارع كان مليان عربيات بتعدي بس محدش حاول يقف ويساعدنا، وفضلوا سايقين ولا هممهم حاجة. لما التقارير بتجيلنا على الخريطة، بتظهر على الخريطة بتشوف على الموقع نقط حمراء على المناطق اللي فيها جالنا منها تقارير بنسب عالية على الاس ام اس، او بيبعت لنا على تويتر او على الفيسبوك او على الايميل او على نوع التحرش، حصل فين، حصل امتى، اي معلومات البنت بتقدر ان هي تقدمها لنا او الشاب او الولد اذا كان تعرض للتحرش بيقولها لنا. نبدأ ان احنا نعرف فين المناطق دي، ونبدأ ان احنا نحاول ناخد تصرف ايجابي بان احنا نروح للمناطق دي ونعمل توعية عن طريق متطوعين. فبالتالي بنقدر يعني بيجينا تقارير مثلا 5 أو 6 تقارير في اليوم، طبعا ده مش ممثل لحقيقة الواقع او ايه اللي بيحصل بالظبط. انا اسمي اماني وساكنة في الزيتون وفي القاهرة 87، عندي 24 سنة دلوقتي، انا بجهز نفسي عشان بتجوز بس مبسوطة. بشتغل كوفيرة. باجي شغلي من الساعة 11 لغاية الساعة 9.
عادي اكيد مش كله مرح، بس اكيد يعني تلات ارباعه ان الواحد بيبقى مبسوط فيه عشان بيبقى رايح حاجة هو بيحبها ومبسوط بيها. الشخصيات اللي قدامك ازاي بتتعاملي، ازاي بتتكلمي، ازاي بتفكري، ازاي بتعرفي تخشي في مواقف او مواضيع او كتير. بحافظ على لبسي علشان هو دوت اكتر حاجه جاذبيه للبنت ان هي تتعاكس، اللي هو يعني انا هركب مواصله تانية ان انا ما بتكلمش اكتر من ان انا عايز مثلا المواصله بتاعته وخلاص بروح على بيتي، بس ان انا ما بتكلمش مع حد، ان انا ما اضحكش، ان انا ما اعليش صوتي، ان انا ما اتكلمش في التليفون بطريقه مش لذيذه. بصي انا اولا انا ما بتكلمش مع حد، يعني سي انا مثلا وانا مروحه بركب تاكسي، بقول للتاكسي انا عايز انزل في الحته الفلانيه، بينزلني في الحته الفلانيه. في بقى تاكسي يعني ان انا ما اتكلمش معاه، ان انا اشغل نفسي باي حاجه تانية عشان ما يبقاش في ما بيني وما بينه كلام. اغلب البنات في مصر اوريدي محجبات لابسين الحجاب، الطريقه اللي هم اتربوا بيها ان هم بيتقال لهم انت مسؤوله لو حصل لك حاجه، لو حد تحرش بيكي فاحنا بنحاول ان احنا نشجعهم، بس يعني اكيد المشكله دي مش هتتحل في وقت قريب، ونقول لهم انه هي مش مشكلتهم، انهم مش مسؤولين عن التحرش الجنسي، وان هم يقدروا ان هم يتكلموا ويحكوا لنا قصصهم على قد ما يقدروا. ان احنا نخلق حوار مجتمعي الناس تبدا تفتح الموضوع وتتناقش فيه، تكسر التابو وتبدا ان هي تتكلم عليه بصوره. احنا عندنا تقريبا 300 متطوع من محافظات مصر كلها، عدد كبير جدا من الرجال والشباب وعدد كبير جدا من البنات. المتطوعين بينزلوا في مجموعات، كل مجموعه بتبقى 2 أو 3، بيروحوا في المناطق اللي هم ساكنين فيها، يبداوا ان هم يتكلموا ويرفعوا الوعي مع الناس الموجوده في المنطقه بتاعتهم، يبداوا يتكلموا معاهم عن المشكله ويحاولوا انهم يخلوهم مقتنعين بتصدي للتحرش الجنسي، بيوروهم الشارع بتاعهم على الخريطه وازاي نسبه التحرش عاليه في مصر. بالنسبة لمشكلة التحرش الجنسي احنا ممكن ما يكونش عندنا حل في الوقت اللي ما فيش مبادرات كتير او شغل كتير بتعمل على اي او تصدي لمشكلة التحرش الجنسي. احنا حاولنا ان احنا بنات فيها ما بتقدرش تمشي في الشارع بصورة امنة لان نسبة التحرش الجنسي في اعلى معدلاتها، احنا بنحاول نكون موجودين وبنحاول ان احنا نعمل مجهود، ياريت يكون في مجهودات تانية غيرنا بتحصل ومبادرات تانية بتحصل، ان كل ما كان في مبادرات اكتر كل ما حلينا مشكلة بصورة اسرع لو اتحلت.